يشكل مبنى مركز الملك عبد العزيز الثقافي في برق الرغامة علامة مشرقة في تاريخ المملكة العربية السعودية عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص، فقد أنشئ المبنى على مساحة كبيرة بغرض توثيق وتسجيل مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ الدولة السعودية الحديثة. تم تصميم المبنى بشكل جميل فوق هضبة مرتفعة، وفي أعلى نقطة من الموقع يرتفع معلم تذكاري يتمثل في مجسم عليه علم المملكة العربية السعودية. وقد وضعت أمانة محافظة جدة في برامجها أن يكون هذا المركز نقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها، وأن يكون منبع للثقافة والتنوير بماضي المملكة العربية السعودية وحاضرها ومستقبلها. يعتبر مركز الملك عبد العزيز ببرق الرغامة أحد الإدارات التابعة لأمانة محافظة جدة وأحد المواقع المهمة اجتماعيا وثقافيا للمحافظة، من خلال الفعاليات التي يحتضنها، الفعاليات الثقافية والفعاليات الاجتماعية لجميع سكان جدة وحتى زوارها، من خلال إقامة أيضا العديد من مهرجانات جدة غير. أيضا أمانة جدة تقدم المركز كخدمة لمجتمع جدة من دون أي مقابل، سواء كانت القطاعات حكومية أو حتى قطاعات خاصة، وقيمة العديد من احتفالات المدارس الحكومية ووزارة التربية والتعليم، أيضا المدارس الخاصة. احتضن المركز جميع الطبقات سواء اجتماعيا أو حتى الطلبة أو حتى يعني المثقفين. يعني أبرز الفعاليات اللي نذكرها أيضا كانت في مهرجان عيدنا غير بإقامة مسرحية للفنان الشهير فايز المالكي، وحظل المركز بقبول جدا كبير، إضافة إلى فيلم سينمائي كان فيلم مناحي أطلق من خلال مركز الملك عبد العزيز. وأذكر وقتها يعني كان عدد الزيارات في المركز تقريبا 25,000 شخص خلال 10 أيام اللي كانت مدة المهرجان، وكان عدد جدا كبير. طبعا يضم المركز يعني مسرح يعتبر حقيقة من أحدث المسارح الآن في مدينة جدة، يضم 1100 شخص تقريبا، مقسمة ما بين 850 شخص للرجال و250 كرسي للسيدات، في حال أن كانت الفعالية تضم السيدات والرجال بخصوصية تامة وبمداخل خاصة وبموقع خاص يعني بعيدا عن المشاهدة. كثير من فعاليات أقيمت هنا في مركز الملك عبد العزيز، فإحنا دائما نوجه الدعوة لجميع القطاعات الحكومية، لجميع القطاعات الخاصة، أي شخص يرغب في الاستفادة من مركز الملك عبد العزيز عليه زيارة المركز اللي هو الآن واقع في شرق كوبري الملك عبد الله أو ولي العهد سابقا، أو عن طريق الخدمة الجديدة اللي قدمناها الآن عن طريق الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة بالدخول للموقع ورابط المركز الملك عبد العزيز، ومن ثم يعني تعبئة النموذج الخاص بحز المركز. يعتبر من أحدث المراكز وأحدث المسارح وأحدث القاعات اللي يضمها المركز، جدا حديثة، دائما تكون مفخرة لأمانة محافظة جدة أنها تضم ضمن إداراتها وضمن مرافقها هذا المركز. دائما ما نجد إشادات حقيقة من الأشخاص القائمين على الفعاليات، دائما توجيهات معالي الأمين أو حتى الدكتور غازي السليماني أو حتى المهندس سامي نوار مدير عام السياحة والثقافة، دائما هي تسخير وتجهيز وتسخير كافة الإمكانيات للأشخاص الراغبين بالحصول على هذا المركز. يعني الإشكاليات اللي قد تحدث بعض الأحيان هي تضارب المواعيد، فلذلك نشدد على الأخوة الراغبين في الاستفادة من مركز الملك عبد العزيز سواء في المسرح أو القاعات، دائما التنسيق المسبق مع إدارة المركز عن طريق الموقع الإلكتروني أو حتى عن طريق العناوين اللي راح تظهر من خلال هذا التقرير، راح تسهل لهم الوصول لإدارة المركز مباشرة واللي يديرها الآن الأخ الزميل الأستاذ محمد نوار.